صحاب عاملين ايه؟ انا عارفه ان انتوا لسه متعرفنيش قوي، بس انا حابه ان اخدكم معايا في الديوز النهارده عشان انا متاكده ان انتوا ان شاء الله هتنبسطوا. النهارده رايحين استرن الجلاله اكوا بارك، اول مره راحه، هي فايرل جدا، فانا حابه ان انا اشارك معاكم التجربه دي. فيلا بينا دلوقتي الساعه 9:30، مستنيه صاحبتي تنزل لي وهنتحرك على طول. الفكره ان انا جعانه قوي، عايزه اكل، بس مش عارفه هنلحق اصلا نجيب اكل ولا ايه، عشان صاحبتنا تانية مستنية على الطريق، فمش عارفة نعمل ايه. واتنين دي ايوه الفطار 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 دي صديقتي يا جماعة اللي جاية معايا هنفطر فول وطعمية اورينتال. وصلنا اخيرا، بجد بقالنا ساعتين ونص ولا حاجه. ترا
جايز الالعاب كانت حلوه قوي قوي قوي. هنروح ناكل دلوقتي كريب او نصور لكم هناك. يلا بينا. لا اكل هناك. انا مش عارفه الوش صح ولا غلط. الاشياء كلها اكيد غلط. مش من هو حاجه عدد. يلا ماشي يلا اصلا يلا يعني يا حبيبتي انت كده كده ماشي قرب اي حاجه اه لحد ما شبي هاخد الورق انا ساعتها لما الاثنين يبقوا شبه بعض ماشي وتقومي بس كفايه ايه خلي كل حاجه والله. الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم وشكرا ان اتفرجتوا لحد هنا واشوفكم في الفيديو اللي جاي.